السلام عليكم. بالنسبة بسناب ارسل لي واحد بالخاص يقول ابو هيثم حصلت الكيلو اكل الروز بسبعة ريال وعندك بعشرة ريال. صحيح كلامه. شركات يا استاذي. شركة تختلف. هذا تقريبا كيسو 165. وفي شركات 140 135. فابشر لا تتضايق. اليوم راح اوفر اللي يبي نفس هذا اللي يقدمه للطيور المحمية بعشرة ريال كيلو عندي. أبلجيكي. وفي شركات ثانية وراح أجيبها اليوم أوفر إن شاء الله الكيلو بسبعة ريال. تبي من هذا بعشرة كيلو عندي بالمحل، وتبي الشركة الثانية بسبعة ريال راح أوفره اليوم بإذن الله. فيختلف ترى شركات، بعض الناس يحسبوا بس أكل الطيور وخلاص. شوف ما شاء الله، شوف هذه شركة معروفة عند كل مربي أبلجيكي معروف كيزا الأزرق. هذا اللي أقدمه للطيور المحمية أنا. فاللي تبي ابو سبع ريال عيني هذه قبل الثانيه ابشر اليوم بوفر لك.